المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة خبر المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا. دعوة للدفع بالعمل الصحي ودعم الاعتبار لأهداف التنمية المستدامة. دعم جمعية معاقي الحرب ماليا. القمة الأوروبية الإفريقية السادسة تتواصل في بروكسل. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من مالي. وجريح إثر حريق على متن عبارة قبال السواحل. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا في عد قعدات وعد قدلة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9683، شفي منهم 9550، وتوفي 103 من المرضى، فيما لا يزال 30 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من فبراير 2022. دعت وزيرة الصحة أمينة نور حسين الدفع بأساليب العمل الذي يضع الاعتبار لأهداف التنمية المستدامة، بغية تماشي الأنشطة الصحية مع المواصفات العالمية وتحقيق كفاءة الخدمات. وأشادت في الكلمة التي ألقتها في الاجتماع التقييمي هي أنشطة الخدمات الصحية في إقليم الجاشبركة الذي عقد يوم 17 من فبراير في مدينة بارنتو، أشادت بالعمل الصحي المنفذ في الإقليم، وشددت على أهمية إدخال أساليب عمل تتماشى مع الأوضاع الإقليمية والعالمية، موضحة وضع وزارة الصحة برامج تتناسب مع التغيير. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم الجاشبركة الدكتور حيروم كيداني إدخال معدات حديثة في 20 مشفى ومركز صحي للارتقاء بالخدمات وحل نواقص البنية التحتية وتوزيع ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية في 49 مؤسسة صحية لحفظ الأدوية وفتح عيادتين في مديريتي شامبوكو وكركبت. وأفاد بتنظيم منتديين لمكافحة ختان الإناث وإصحاح البيئة في إطار التوعية الصحية وتدريب العاملين في جميع المؤسسات الصحية. وقدمت فروع المكتب تقارير مصحوبة بالأرقام حول رعاية الأمومة والطفولة والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية والأدوية والسيطرة على الأمراض التناسلية وعلاج العمى ومكافحة أمراض الملاريا والسل والتوعية الصحية. كما قدم توضيح حول أنشطة مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو. وأكد الاجتماع تنفيذ عمل فاعل السنة الماضية رغم تحديات وباء كورونا، مشيدا بالمهنيين والجهات الشريكة التي قامت بإسهامات كبيرة. وقال حاكم إقليم الجاشبركة السفير محمود علي حروي في ختام الاجتماع إن حصول الشعب على الخدمات المتكاملة من أهم مهام إدارة الإقليم، مؤكدا على العمل لتعزيز المساهمة الشعبية خاصة في تقوية جهود انتشار ونوعية الخدمات الصحية. تلقت جمعية معاقي الحرب دعما بحوالي 6 ملايين نقفة من أعضاء مجموعة غرفة الجبهة الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح رئيس جمعية معاقي الحرب الأستاذ جبر برهان إياسو في مراسم تلقي الدعم بحضور عضوين من الغرفة إن الدعم يعكس اعتزاز المواطن الإريتري بالشهداء والمعاقين وارتباطه بوطنه. وعرب عضوا الغرفة الغادمان من ألمانيا والسويد السيدة ألماز دبساي ويوسيف لايني عن الارتياح لتقديم الدعم المالي بعد تجاوز التحديات التي صاحبت التبرعات، وسيعملون مستقبلا لمساعدة أسر الشهداء. وتضم غرفة بالتوكا إريتريون مقيمون في أمريكا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتبرعت من قبل لإعانة أبناء الشهداء وجمعية المعاقين والمحتاجين عبر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.
عقدت وزارة الصحة سيمينار تنويري لمعلمي رياض الأطفال في الإقليم الأوسط حول المتابعة الصحية للأطفال. وأوضحت طبيبة الأطفال الدكتور تغريدة محاري التي حاضرت في السيمينار وجود إمكانية لمعلمي رياض الأطفال للتعرف على الأوضاع الصحية للأطفال أكثر من أسرهم، داعية لإبلاغ أولياء الأمور عن مشاهداتهم الصحية في الأطفال. وحول أساليب رعاية الأطفال المعاقين ذهنيا، أوضحت بأنه يمكن التعرف عليهم بنشاطاتهم وحركتهم وعلاقاتهم برفقائهم، وعلى أولياء أمورهم تقديم المعلومات الوافية للمعلمين. وقال مسؤول جمعية المعاقين ذهنيا في الإقليم الأوسط السيد ياسين أحمد إن سيمينار هدف لرفع معرفة معلمي رياض الأطفال حول رعاية المعاقين ذهنيا، ونصحت أولياء الأمور أخذ أبنائهم إلى المستشفى في حال ظهور أوضاع غير طبيعية. فتحت إدارة ميناء مصوع روضة للأطفال للأمهات العاملات في الميناء لتوفير مناخ عمل ملائم لهن، وتقدم روضة الرعاية الخدمات للأطفال من عمر الرابعة حتى السادسة بتوظيف عمال نظافة ورعاية وتخصيص ألعاب وأسرة للنوم. وأوضح المسؤول الإداري لميناء مصوع السيد هبتوم أسفاو إن روضة رعاية الأطفال ستمكن الأمهات من العمل دون الانشغال بأبنائهن لتوفير مناخ عمل ملائم. وذكرت الأمهات قيامهن بعمل إيجابي لاطمئنانهن على أبنائهن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، عودوا لمواصلة الأخبار. تتواصل أشغال الغمة السادسة للاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل الجمعة مع إصرار الطرفين على ضرورة وضع صيغة جديدة للشراكة والعلاقات بينهما على ضوء التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة. ويلتقي 40 من قادة الدول البالغ عددها 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وزرائهم في الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه الشراكة الجديدة القائمة على التبادل والتقاسم. وقد شدد رئيس الاتحاد الإفريقي السنغالي ماكي سال على أن إفريقيا تغيرت كثيرا، مقترحا تثبيت برنامج جديد يتكيف مع التغيرات الجارية. وتقدم رئيس الاتحاد الإفريقي بمساهمة في شكل 8 مقترحات، مشددا على أن القارة السمراء تغيرت كثيرا وأن هناك حاجة ماسة لتثبيت ذلك. بعد أشهر من توتر علاقات بلاده مع باماكو، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رسميا على الانسحاب العسكري لباريس وشركائها الأوروبيون من مالي، مؤكدا مواصلة الالتزام لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا. وقالت باريس وشركاؤها في بيان مشترك: نظرا للعقبات المتعددة التي تضعها السلطات الانتقالية المالية، ترى كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان الفرنسية وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة مشروط لم تعد متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي، وقررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات. وينتشر نحو 25 ألف عسكري في منطقة الساحل حاليا، بينهم نحو 4300 فرنسي، 2400 في مالي في إطار عملية برخان حسب الإليزيه. اندلع حريق على متن عبارة ترفع العالم الإيطالي وتقل قرابة 300 شخص أثناء عبورها في البحر الأيوني، ما تسبب بإصابة شخص من أفراد الطاقم حسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني. وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني إن جهود إخماد الحريق ستستغرق ساعات. ولم تؤكد المتحدة تقارير في وسائل إعلام يونانية عن أشخاص علقوا داخل العبارة. وعلى سطح العبارة كانت حالة ذعر، النيران كانت تتصاعد من المرآب، الجو كان خانقا وفق شاهد العيان. وأعلن محافظ منطقة الجزر الأيونية رودي كراتسا لقناة ERi-TV التلفزيونية العامة إن الركاب نقلوا سالمين على متن زوارق إنقاذ إلى كورفو. وأظهرت مشاهد التلفزيون السفينة المملوكة من خطوط غريمالدي تتصاعد منها ألسنة النار والدخان الأسود. ولا تزال أسباب الحريق الذي اندلع قبالة جزيرة ريكوسا بين اليونان وألبانيا غير معروفة.
افتتحت باريس أول رادار يرصد الضوضاء في إطار خطة لفرض غرامات الدراجات النارية والمركبات الأخرى التي تصدر أصوات صاخبة في واحدة من أشد مدن أوروبا ضجيجا. وفي مكان مرتفع على عمود إنارة بشارع في المنطقة 20 في شرق باريس، قامت المدينة بتركيب أول رادار للضوضاء يستطيع قياس مستوى الضوضاء الصادر عن المركبات المتحركة وتحديد بيانات لوحاتها. وفي الأشهر القليلة المقبلة ستختبر المدينة ما إذا كان بإمكان الرادار أن يحدد بشكل لا لبس فيه لوحات ترخيص الدراجات النارية أو السيارات التي تصدر أصواتها أو تصدر أصواتا مزعجة. بعد ذلك سيتعين الموافقة عليه رسميا من قبل السلطات بحلول نهاية العام الجاري. ولن يتم فرض غرامات في الوقت الحالي، لكن باريس تعتزم بدء تطبيق الغرامة اعتبارا من أوائل العام المقبل، في الوقت الذي تنشر فيه الحكومة المزيد من رادارات رصد الضوضاء في مدن فرنسية أخرى. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا اليوم. دعوة للدفع بالعمل الصحي وضعا في الاعتبار لأهداف التنمية المستدامة. دعم لجمعية معاقي الحرب ماليا. القمة الأوروبية الإفريقية السادسة تتواصل في بروكسل. فرنسا وشركاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم العسكري من مالي. وجريح إثر حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.